يسعدني ويشرفني أعرض على حضراتكم دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق والمساهمة في جهود الدولة التنموية، وزي ما تفضلت حضرتك إيه الرؤية المستقبلية في ظل التحديات الدولية والإقليمية الغير مسبوقة. سيادة الرئيس، العالم اجتمع في سنة 2015 ووضع أجندة تنمية مستدامة اتفق عليها في 17 هدف لابد أن العالم يلتزم بتحقيق هذه الأهداف في 2030. أهم هذه الأهداف هو الحد من الفقر، الحد من الجوع، تحقيق الوصول إلى مدن مستدامة، طاقة نظيفة، المساواة بين الجنسين، فرص عمل لائقة. كل هذه الأهداف اتفق عليها العالم، والحقيقة مصر كانت سباقة في أنها تتبنى هذه الأجندة التنموية، وحضرتك أطلقت الرؤية أو النسخة الوطنية من أجندة الأمم المتحدة في أوائل عام 2016. وهذه الأجندة وهذه الرؤية يمكن أنا ساهمت فيها كأحد الخبراء، لم أكن مسؤولة، تشرفت أن أنا أتولى المسؤولية في ذلك الوقت، ولكنها كانت رؤية تشاركية اشترك فيها كل أبناء الشعب المصري، مفكرين، أساتذة جامعات، مجتمع مدني، قطاع خاص، فهي رؤية الشعب المصري، وكان لها ثلاث أبعاد أساسية: الاهتمام بالبعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي. هذه الرؤية يعني لها مستهدفات كمية للمتابعة والتقييم. الأهداف اللي العالم اتفق عليها، الحقيقة اللطيف إنه أنتونيو جوتيريس السنة دي كان منتصف المدة بين 2015 و2030، جه في قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر هذا العام، وقال إن إحنا محتاجين خطة إنقاذ. إحنا فقط نتيجة الظروف والتحديات الدولية اللي العالم بيمر بيها، من أزمة كوفيد للأزمة الروسية الأوكرانية، إحنا فقط 12% من الـ 17 هدف دول فقط هم اللي ماشيين على المسار الصحيح. 38% لم تشهد أي تقدم، بل بالعكس تراجعت، و 50% من هذه الأهداف أوف تراك، خرجت تماماً عن السياق. طب إحنا في مصر فين من تحقيق هذه الأجندة الأممية؟ إحنا مصر وصلت إلى المرتبة 69.6، تقريباً 70 نقطة. إحنا تقدمنا 6 مراكز من وقت ما بدأ تقييم هذه الأجندة من 2018، أول مرة يطلع تقييم، فإحنا تقدمنا 16 نقطة. إحنا مصنفين ضمن 26 دولة فقط على مستوى العالم الملتزمين، من ضمن الدول الملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي هي 17 هدف. ده طبعا نتيجة جهود الدولة التنموية الكبيرة اللي تفضل دولة الرئيس وعرضها، ولكن أيضا بنوثق هذه الجهود وبنعرضها سواء كانت في تقارير أيضا تشاركية، التقرير الوطني للمتابعة، تقرير وطنية التوعية، تقارير اللي على مستوى المحافظات، تقرير التنمية البشرية اللي الأول مرة يطلع من 10 سنين، تقارير تنافسية، مؤشر تنافسية المحافظات، كل ده بيتم توثيقه على المستوى الأممي وبيرسل إلى الأمم المتحدة وبيتم المشاركة في هذه الفعاليات. وإحنا بنحقق الأهداف أو بنحط الخطط التنموية مستدامة متوسطة المدى اللي هي على مدى 3 سنين، أو بنضع الخطة السنوية بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة، الوزارات والمؤسسات المعنية. عندنا مجموعة من بتتم على أسس علمية، عندنا مجموعة كبيرة من البيانات والمؤشرات اللي بنستعين بها، سواء كانت مؤشرات محلية أو مؤشرات دولية تطلع من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من معهد التخطيط، من وزارة التخطيط، أو من كل الوزارات المعنية.